قام السفير الفرنسي بالبلاد بزيارة لإقليم سلا بهدف الاطلاع على أوضاع اللاجئين السودانيين في المنطقة. عز الدين الأمين نصر. زيارة السفير الفرنسي والوفد المرافق له إلى مخيمات اللاجئين السودانيين بإقليم سلا شرقي البلاد تأتي تأكيدا لمتانة العلاقات الثنائية بين تشاد وفرنسا، سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الدبلوماسي الفرنسي فيليب لاكوست وخلال جلسة تباحثية حضرها حاكم إقليم سلا رمضان إردبو استمع إلى شكاوى اللاجئين ومتطلباتهم، ووعدهم بأن فرنسا عبر سفارتها في تشاد مستعدة لتوفير كافة الإمكانات إلى كل من يريد العودة إلى السودان. حاكم إقليم سلا رمضان إردبو خلال الاجتماع رحب بالدبلوماسي الفرنسي، وقال إردبو بالرغم من الحالة المتردية التي تعيشها تشاد على كافة الأصعدة استطاعت تأمين إقامة آمنة للاجئي البلد الشقيق. وعقب الانتهاء من زيارة مخيمات اللاجئين قام حاكم الإقليم والوفد إلى زيارة منطقة جبل التي تبعد بحوالي كيلومترين عن مدينة قزبيضة للإطلاع على أوضاع اللاجئين فيها. قام مؤخرا حاكم إقليم إيدي الشرق حسن جربو بجولة تفقدية لعدد من المشاريع الزراعية بالإقليم. آدم أبو بكر إدريس. يشكل القطاع الزراعي مصدرا حاما لإمداد السكان باحتياجاتهم المعيشية لسد وتوفير الأمن الغذائي، وأن حاكم إقليم إندي شرق حسن جربو لم تشغله الأمور الإدارية وحدها، وإنما كان يعايش قضايا المجتمع والسكان الإقليم في كيفية استغلال الأراضي الزراعية الخصبة والاستفادة من خيراتها، حيث قام بزيارة إلى بعض الحقول الزراعية للتجمع المزارعين بهدف التعرف على الإشكاليات التي تواجههم والعمل على حلحلة مشكلاتهم الميدانية. والناس دا بقاعد بعلم وشغل دا قاعد يسوي وخبرة حقا ما يعرفوا دوا ما عنده حشرات فيه كتير وصول تربو كله كه بتلفه، لكن دوا كه ينتو ما في سن سبب دا لها كم ناس تلا عنده مني وقاعدين بخدمه حكومة كل شيء جو تقع يعاونا. من ناهيته رئيس تجمع المزارعين عبد الكريم حسن نايلو عبر عن فرحته بزيارة الحاكم، والذي يعد بمثابة تشجيع العاملين للحقول الزراعية والرفع من معنوياتهم وتوهيد قواهم والتوجه نحو استغلال الأراضي الزراعية وفقا لرؤية السلطات العليا بالبلاد، والعمل على توفير المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج. وخلاصة القول استنادا على الإنتاج الزراعي والإنتاجية هو المكسب الحقيقي لأي دولة تتطلع إلى ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهو مطلب أساسي في تسخير قدرات السكان في العمل الدؤوب والاستفادة من خيرات الأرض. قام رئيس بعثة النواب الجمعية الوطنية إسحاق بكر بزيارة عمل إلى مدينة مسرو حاضر إقليم بحر الغزل. الهدف من الزيارة بحسب تصريحات النائب هو التعرف عن المشاكل التعليمية التي تواجه الإقليم. منى حسن سكري. تجيء هذه البادرة التي قامت بها مجموعة من نواب الجمعية الوطنية بزيارة تفقدية إلى مدينة مصر حاضرة إقليم بحر الغزال بهدف التعرف على الأحوال والصعوبات التي تواجه المندوبية الإقليمية للتربية الوطنية المكلفة بالتعليم والشباب بمدينة مصر، وهذا يندرج في إطار أولويات حكومة البلاد في مساعيها لتحسين القطاع التربوي. المندوب التربوي المكلف بالتعليم وشؤون الشباب موسى أبكر رحب بالحضور وقال بأنهم مستعدون لمساعدة اللجنة البرلمانية التي قامت بزيارة ميدانية والوقوف عن قصب لتقصي الحقائق العالقة بالتربية والتعليم بالإقليم، وذلك من أجل إكمال مهامها على الوجه المطلوب. عقب ذلك عقد رئيس البعثة البرلمانية إسحاق أبكر اجتماعا مع مختلف المسؤولين التربويين بالإقليم من أجل بلورة ومناقشة الأوضاع التعليمية والعمل على حلها. ونذكر إلى أن مثل هذه الزيارات الميدانية تسهم في تطوير وترقية التعليم في البلاد.
ونبقى في الشأن التربوي أيضا، حيث قام النائب البرلماني لمدينة موندوت يوفي يونغا بافتتاح مدرسة بقرية دومبا، حيث قام النائب بترميمها وتسليمها للسلطات الإدارية في الإقليم. زينب أحمد عبد الله وقراءة حسن جدة في صياغ هذا التقرير. قرية دومباو التي تبعد عن مدينة موندو حاضرة إقليم لوغني الغربي بكيلومترات، يجيء حفل التسليم الرسمي لمفاتيح المدرسة وسط حضور كبير من أبناء المنطقة وتلاميذ المدرسة إلى جانب مندوبي التعليم والشباب باللوغني الغربي. هذا العمل الوطني قام به أحد أبناء المنطقة وهو النائب البرلماني تيوفيل بعد الرياء التي تسببت بإتلاف سقف المدرسة في الأسابيع الماضية. بادرة طيبة أشاد بها كل من ممثل أولياء الأمور بمدرسة دومباو ومندوب التربية اللذان شكرا في حديثهما النائب البرلماني على هذا العمل، مؤكدين أن هذه العملية جلبت الفرحة والسرور في نفوس أبنائهم التلاميذ، كما شكروا أيضا المسؤولين الإداريين لوقوفهم التام لمساندة القطاع التربوي بالمنطقة. وقبيل تفقد المدرسة أشار النائب البرلماني بالأغن الغربي تيوفي جوبومبي إلى أن ما قام به من جهد في سبيل ترميم هذه المدرسة يدخل في إطار دعم القطاع التربوي بالمنطقة، مشيرا إلى أن المدرسة تعاني من نقص في مجال الموارد البشرية وكذا المعدات المدرسية. رأس الأمين العام لإقليم سلامات مختار انقرتاب حفل تنصيب نائب المدير للمحطة الإذاعية والتلفزيونية بمدينة أم التمان إبراهيم دونغوس آدم حنفي فاضل. بعيد تعيينه مديرا إقليميا للمحطة الإعلامية بمدينة أم التمان حاضرة إقليم السلامات، فقد استلم المدير الجديد للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم التمان إبراهيم محمد دونغوس الذي جاء إلى هذا المنصب بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها جميع المحطات الإقليمية للإذاعة والتلفزيون. المناسبة كانت بحضور السلطات الإقليمية والعسكرية وكذا المدنية بجانب العاملين في الحقل الإعلامي العام والخاص. مدير المحطة الإعلامية لمدينة أم التمان إبراهيم محمد دونغوس في خطابه أسرد نصوص الشكر لجميع الذين يعملون في هذه المنطقة إعلامية وغيرهم، كما أشاد بامتنان شكره الخالص لرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو على الثقة التي أولاها إياه. من جانبه الأمين العام لإقليم السلامات مختار قربات بلباي قد رحب بالمدير الجديد وطالب منه السهر من أجل أداء مهمة إعلامية طبقا للمعمول بها في الدولة، ويشار إلى أن مدير المحطة الإعلامية لمدينة أم التمان هو قد مارس العمل الإعلامي لمدة طويلة ويعرف بصاحب الكاميرا الخفية.